بصوا يا شباب، هنشوف المثال الثاني. بيقول لي ارسم المثلث ا ب ج على الشبكه تربيعيه، حيث ا سالب 1 وسالب 3 و3 وسالب 3 ج واخر صفر. احنا اتفقنا هنحدد النقط الاول. احنا هنعمل في الزوم المرتب، هنشوف ايه هو اللي هي السي دي كام؟ دي سالب 1. شايفين السالب دي؟ ادي سالب 1، معلش هنكسر، ادي سالب سالب 1 عند سالب 3. انا هطلع ولا هنزل؟ هطلع. ازاي؟ هنزل. هنزل، يبقى سالب 3. سالب 1 هتنزل عند سالب 3، وحددها واكتب عليها الالف. النقطه الثانيه ب 3 وسالب 3، اقف عند الخط السالب 3 واقف عنده سالب 3، هطلع ولا هنزل؟ هنزل. هنزل وهرس واكتب عليه نقطة ب. آخر نقطة، نقطة مين؟ ج. ها؟ ألف. السناك كام؟ واحد. أقف عند إيه؟ الزوج المرتب اللي هو 1 و6 عند الواحد. تطلع ولا تنزل؟ أنا هطلع. أطلع عشان كام؟ 6. واحد و6. طبعا معلش هي كبيرة عندنا عشان رسم. هرسم بقى، هوصل النقط ببعضيهم. آدي ألف. طبعا انا عندي طلعه كبيره عشان رسمه على السبوره. بيقول لي ايه بقى السؤال؟ انا خلاص كده حددت ورسمت. بيقول لي ايه؟ اوجد طول مين؟ ا ب ا ب ا ل ا وادي الباء. انت مش ملاحظ حاجة في الألف والباء؟ النقطتين هنا سالب 3 وسالب 3، قلنا هنشطبها ونعمل ايه؟ يبقى نطلع ونترحم من بعض. ها؟ واحد سالب 1 ايوه ناقص 3. مس سالب 1 وسالب 3 تديني كام؟ شرطين اهم زي بعض. ها؟ شرطين زي بعض، تبقى بنجمع، تبقى سالب 4. طب سالب 4 لما تطلع بالنقطة بتطلع بكام؟ 4 وحدة طول. طب أنا عايزة أتأكد صح ولا لأ؟ روح كده عند الرسمة أ وب، عد كده مربعات 1 2 3 4. شوف السؤال اللي بعده. من هو المثلث بالنسبة، من نوع المثلث أ ب ج بالنسبة لأطوال؟ المثلث اللي حضرتك شايفه ده هو.